بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن درس الإعلان عن المسابقة. الإعلان عن المسابقة، مسابقة من الحياة. الفقرة الأولى أعزائي التلاميذ، أعلنت جماعة النشاط في المدرسة عن تنظيمها لمسابقة قصصية بعنوان من الحياة. من الحياة، تحت إشراف مدرس اللغة العربية لاختيار قصص مختلفة، سواء كانت منتقاة من الحياة التي نحياها أم مختارة من أزمان مضت. قرأ الأصحاب الإعلان وبدأوا التخطيط للاشتراك في المسابقة. كلمة مختلفة هنا معناها متنوعة ومتعددة، ومنتقاة معناها مختارة، وكلمة جماعة مفرد والجمع جماعات، كلمة مسابقة مفرد والجمع مسابقات، كلمة قصص جمع والمفرد قصة. عن أي شيء أعلنت جماعة النشاط؟ أعلنت جماعة النشاط عن تنظيمها لمسابقة قصصية بعنوان من الحياة تحت إشراف مدرس اللغة العربية. خطوات العمل. قالت مريم: علينا أن نحدد مصادر القصص المطلوبة، فهناك مصادر عديدة مثل كتب التراث وكتب الأطفال والقصص التي تنشرها الصحف والمجلات. وأكملت دعاء: وهناك القصص المعروضة في مواقع شبكة المعلومات. وأضاف فادي: والقصص المسجلة على شرائط التسجيل والفيديو واسطوانات الكمبيوتر. كلمة مصادر هنا معناها مراجع، المراجع التي نرجع إليها لنأخذ منها القصص. وكلمة القصص هنا جمع والمفرد قصة، كلمة كتب جمع والمفرد كتاب، الصحف جمع والمفرد صحيفة، المجلات جمع والمفرد مجلة، مواقع جمع والمفرد موقع. ما مصادر القصص المطلوبة؟ ما مصادر القصص المطلوبة؟ مصادر القصص المطلوبة هم يجيبوها منين؟ يا إما من كتب التراث أو كتب الأطفال أو القصص التي تنشرها الصحف والمجلات، والقصص المعروضة في مواقع شبكة المعلومات اللي هي الإنترنت، والقصص المسجلة على شرائط التسجيل والفيديو واسطوانات الكمبيوتر. كل هذه مصادر موجود فيها قصص يمكن أن نستفيد منها في هذه المسابقة. جلس الأصحاب يوزعون المهام فيما بينهم، واتفقوا على أن يبحث كل واحد منهم في مصدر ويعرض ما توصل إليه على أصحابه، ثم يناقشوا كل قصة مناقشة مستفيضة ليختاروا أفضل قصة من بين مجموعة القصص المعروضة. أعجب الأصحاب بالفكرة واتفقوا على اللقاء كل يوم في أثناء الفسحة لمناقشة ما يختارونه من قصص. يبقى هم قعدوا كده ووزعوا المهام، جلسوا واتفقوا معا ووزعوا المهام، وقالوا أن كل منا يقوم بإحضار قصة أو بالحصول على قصة من هذه المصادر، ثم يعرض القصة على باقي الزملاء، ثم نختار قصة أجمل قصة فيهم وندخل بها المسابقة. كلمة المهام معناها المسؤوليات، وكلمة الأثناء معناها خلال، كلمة مستفيضة معناها متسعة. على ما اتفق الأصدقاء، اتفقوا على توزيع المهام فيما بينهم، واتفقوا على أن يبحث كل واحد منهم في مصدر من المصادر ويعرض ما توصل إليه على أصحابه، ثم يناقشوا كل قصة مناقشة مستفيضة مناقشة متسعة ليختاروا أفضل قصة ويقوموا بالاشتراك بها في المسابقة. لكن دعاء قالت: أنا أعرف بعض الحكايات المعاصرة عن الريف، مثل حكايات بكار، هل يمكن أن أشترك بهذا النوع من القصص في المسابقة؟ أجابت مريم: أعتقد أن ذلك ممكن، فعنوان المسابقة من الحياة يجعل حياة الإنسان في الريف أو الحضر بكل أحداثها من الماضي أو مما يحدث الآن مادة ثرية لهذه المسابقة. معاني المفردات: كلمة المعاصرة معناها الحديثة، وكلمة الحضر معناها المدينة، وكلمة ثرية أي غنية والمراد جيدة، والحكايات جمع والمفرد حكاية. ماذا قالت مريم لدعاء؟ قالت مريم عندما سألت دعاء وقالت أن دعاء قالت أنها تعرف مجموعة من الحكايات عن الريف مثل حكايات بكار، وكانت تسأل هل يصح الاشتراك بمثل هذا النوع من القصص؟ فمريم قالت لها أن عنوان المسابقة من الحياة، وكلمة من الحياة معنى واسع، عنوان واسع يجعل حياة الإنسان في الريف والحضر بكل أحداثها من الماضي أو الحاضر، يجعل كل هذه الأحداث مادة ثرية لهذه المسابقة، يعني يمكن أنها تشترك بمثل هذه القصص في المسابقة.
شعر الجميع بالسعادة لأنهم يشتركون في عمل جماعي يخططون له جيدا ويكتسبون منه مهارات ومعارف جديدة ويحكمون على القصص معا. يحترم كل فرد منهم رأي الآخر ويبدي كل فرد رأيه في حرية لأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. معاني المفردات هنا: كلمة يبدي معناها يظهر، كل إنسان يظهر رأيه في حرية. وكلمة السعادة مضادها الحزن. كلمة مهارات جمع والمفرد مهارة. كلمة معارف جمع والمفرد معرفة. كلمة جديدة مضادها قديمة. يفسد للود معناها يحدث الاختلاف بيننا. لماذا كان الأصحاب سعداء؟ لماذا كان الجميع سعداء؟ لماذا شعر الجميع بالسعادة؟ شعروا بالسعادة معا لأنهم يشتركون في عمل جماعي يخططون له جيدا ويكتسبون منه المهارات والمعارف الجديدة ويحكمون على القصص معا، وهذا يؤكد فكرة التعاون بينهم. ويحترم كل فرد منهم رأي الآخر ويظهر كل فرد منهم رأيه في حرية، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولذلك فهم كانوا يشعرون بالسعادة. كلمات الجديدة أعزائي التلاميذ: المهام معناها المسؤولية أو المسؤوليات، الحضر معناها المدينة، مصادر معناها مراجع، ومصادر جمع والمفرد مصدر، ومراجع جمع والمفرد مرجع. المعاصرة معناها الحديثة، يبدي معناها يظهر، مستفيضة معناها متسعة، منتقاة معناها مختارة. خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ: الإعلان عن المسابقة. أعلنت جماعة النشاط عن مسابقة قصصية بعنوان من الحياة. اتفق الأصحاب على البحث وجمع القصص ومناقشتها واختيار أفضل قصة، واشتركوا في عمل جماعي واكتسبوا المهارات والمعارف وتعلموا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. أجب عما يأتي. ضع عنوانا آخر للدرس. إذا أردنا أن نقوم بوضع عنوان آخر للدرس، أنا أقترح عنوان العمل والتعاون. من الممكن أن كل تلميذ منكم يختار عنوان مختلف عن هذا العنوان، فلا بأس في ذلك. أنا أقترح عنوان العمل والتعاون. ممكن نضع عنوان آخر، مثلا المسابقة القصصية، القصة الفائزة، وهكذا. القصة الفائزة وهكذا. على ما اتفق الأصدقاء الثلاثة. الأصدقاء اتفقوا على إيه؟ اتفق الأصدقاء الثلاثة على تحديد مصادر القصص المطلوبة، أدي واحد. تحديد المهام فيما بينهم، توزيع المهام فيما بينهم. واتفقوا على أن يبحث كل واحد منهم في مصدر من المصادر ويعرض ما توصل إليه على أصحابه، ثم يناقشوا كل قصة مناقشة مستفيضة ليختاروا أفضل قصة من بين مجموعة القصص المعروضة. أجب عما يأتي. لماذا شعر الجميع بالسعادة؟ قلنا أن الجميع كانوا يشعرون بالسعادة. لماذا شعر الجميع بالسعادة؟ لأنهم يشتركون في عمل جماعي يتعاونون معا يخططون له جيدا ويكتسبون منه مهارات ومعارف جديدة ويحكمون على القصص معا، ويحترم كل فرد منهم رأي الآخر، ويعلمون جيدا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ما المقصود بعبارة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية؟ ما المقصود بهذه العبارة؟ معناها أن كل إنسان حر في إبداء رأيه، ويجب ألا يغضب ذلك من يحاوره. أنا أقول رأيي وأنت تقول رأيك، كل واحد يقول رأيه في حرية، ولا يغضب أحد من رأي الآخر، لأن الاختلاف في الرأي لا يصح أن يفسد المحبة والمودة بين الناس المتحاورين. اقرأ ثم أجب. أعلنت جماعة النشاط في المدرسة تنظيمها لمسابقة قصصية بعنوان من الحياة تحت إشراف مدرس اللغة العربية لاختيار قصص مختلفة، سواء كانت منتقاة من الحياة التي نحياها أم مختارة من أزمان مضت. قرأ الأصحاب الإعلان وبدأوا التخطيط للاشتراك في المسابقة. ما مرادف كلمة مختارة؟ وما جمع كلمة عنوان وما مضاد كلمة مختلفة؟ مرادف كلمة مختارة من الفقرة، أي منتقاة، ممتاز. وجمع كلمة عنوان هي مجموعة من العناوين. وما مضاد كلمة مختلفة؟ مختلفة عكسها متشابهة. عما أعلنت جماعة النشاط. جماعة النشاط أعلنت عن إيه؟ ومن الذي كان يشرف على هذا العمل؟ أيوة، طلع من الفقرة، ابحث ودور في الفقرة على طول. جماعة النشاط أعلنت عن إيه؟
ايوه اعلنت عن تنظيمها لمسابقه قصصيه بعنوان من الحياه. طيب مين اللي اشرف عليها؟ مين يقول لي؟ مين يقول؟ ممتاز. واشرف على العمل مدرس اللغه العربيه. هات من الفقره ظرف وجمع تكسير، ضمير متصل اسم موصول همزه قطع الف وصل فعل وبين نوعه. مين يطلع لي ظرف؟ ظرف من الفقره، نبحث في الفقره عن ظرف. ايوه مين يطلع ظرف؟ ممتاز. تحت تحت. طب نوعه ايه؟ ظرف مكان. مين يطلع جمع تكسير؟ نقول ندور. ممتاز. الاصحاب، وعندك كلمه القصص. ممتاز. مين يطلع ضمير متصل؟ ضمير متصل هنا اللي هو جاي في اخر الكلمه مثل كلمه نحياها، فالهاء هنا اللي باللون الاحمر الجميل هي الضمير المتصل. طيب اسم موصول، استخرج اسم موصول من الفقره. مين يطلع؟ ايوه ممتاز، كلمه التي. طب همزه قطع، حط قبلها واو على طول، واعلنت. ممتاز، الهمزه في كلمه اعلنت همزه قطع. طب الف وصل، حط قبلها واو كتير بقى. والنشاط والمدرسه واللغه والعربيه، فكلمه النشاط الهمزه في الالف واللام، الالف هنا الف وصل. فعل وبين نوعه، نطلع فعل ونبين نوعه، الافعال كتيره. ممتاز، قرأ، ونوعه هنا ايه؟ فعل ماضي. ممتاز. طيب كلمتين مترادفتين الاثنين بمعنى واحد، مين الممتاز اللي يطلع لي كلمتين مترادفتين من الفقره؟ ممتاز، كلمه مختاره وكلمه منتقى. فتح الله عليكم جميعا وبارك الله فيكم جميعا. والى هنا اعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا لنهايه درسنا الحالي، ومع نفهم نتعلم ببساطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.